إذا ما صار ضبط في عملية إنتاج واستهلاك الكهرباء بطريقة فنية شأننا شأن الدول الأخرى، ما نشوف كهرباء لو نبقى بعد 20 سنة 30 سنة. علينا أنه نضبط عملية الاستهلاك أول ما أبدي بيها بالقطاع الخاص، أول ما أبدي بيها بالقطاع الخاص، لأنه أنا أعرف أنه هناك قطاعات أو مكانات رابطين الكهرباء مثل ما نقول عليه بالعراق إحنا شطل، يعني ما مخلي ما رابط على العداد اللي موجود حتى في موضوع الجبال نسوي له شطل، وهذا الشطل طبعا هذا كله تعتبر أنت هدر بالطاقة. أنا عندي نسبة هدر أستاذ نجم بالطاقة الكهربائية 60% ضائعات نسميها رايحة، وين تروح ما أعرف، هي هاي الشطلات اللي شطل بغير مكان اللي ساحب من غير أستاذ محمد اللي... أستاذ محمد نعم. هذا الكلام أن يعاد بعد 21 سنة، هاي في كل دورة حكومية نفس ما تقوله أنت موجود ويعاد مرة أخرى. ولذلك ويعاد أنا... مرة أخرى. ليش أنا سألتك، هي جريمة لو خلل في كل وزارة؟ أنا أتناقش مع السادة وزراء الكهرباء، نفس ما يقال ضياع بالخطوط النقل 30%، يعني أنت عندك 25,000 30% طالعة، وأنت هسه جبت 30% للفايخين و30% دوائر الدولة، هاي 90%، ظل 10% ذولا ولد الخايبة وماكو علاج. بكل سنة سولفونا نفس السالفة، بكل دورة حكومية نيابية نفس السالفة، ولا واحد يحاسب. ليش؟ شنو أستاذ نجم، شنو اللي يحاسب اليوم؟ أنت مثلا أنا عندي وجهة نظر أريد أقدمها، وهذه وجهة النظر أعرفها 80% ناجحة. أي أنا اليوم المنطقة اللي تروح يسمونها خدمة وجباية، يعني مشروع الخدمة والجباية، إيش قد تصرف كهرباء إيش قد أخذ من عندك فلوس. ممتاز. يشرط أنا أزودك كهرباء 24 ساعة. أي ليش تمام؟ ليش لا؟ وهذه موجودة في بغداد بعض المناطق مطبقة، موجودة بزيونة، موجودة باليرموك، موجودة بالحافية، أبوك الله يرحمه، والقادسية. أي هذا الموضوع إذا ما يعني استخدمناه واستمرينا به ما راح نقدر ننجح. احكي لك بأمان أستاذ نجم، أنا أعطيك مثل على منطقة من المناطق كانت تستهلك كهرباء 60 ميجا أو 61 ميجا بهيش 61 60 ميجا تستهلك كهرباء، وجبايتها المال للدولة يمكن 120 أو 130 مليون دينار. اجت هذا المشروع الخدمة والجباية، أخذتها شركة رتبت أمورها هاي الشركة، ضبطت الأسلاك المحولات المحطات، بعد 6 شهور بدأ العمل الصحيح لهذه الشركة. زين. تدري الاستهلاك اللي نحكي عنه إحنا 60 ميجا قد وصل بعد 6 شهور؟ أي. نزل إلى 20 ميجا. يعني أنت عندك ثلثين كان يصير عندك هدر. زين. يعني مثلاً. أنا أبو بيت مخلي السبالة مالتي كلها عالية. بس من تيجي القائمة رأس الشهر وأقوم أدفع 750 وأدفع مليون وأدفع 500. أقوم أقتصد حتى أدفع لي 100 وأدفع لي 200. ما أظل فايق على قولتك. لا. زين. رح أقلل. هسا. هذا خفف لي بالاستهلاك. هذا اللي أنت تحكي عنه. هاي الناس الله مطيها. هاي المناطق اللي ذكرناها. هاي المتر بيها $3,000. زين طبعا. هذا بمدينة الصدر بالبياع بحي العامل بالنصر بحي التنك، ذول إذا سويت لهم هاي التجربة من يلا هو لو عايش لا 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 والله أستاذ نجم أقسم لك بالله أنا حتى مو ما أعتبر نفسي مروج لهذا الموضوع. أي أنا ما بس أنا أقول لك صدقني هذه خدمة الفقراء، هو أنا أريد لأنك تخدم الفقير. تدري ليش؟ أي. الفقير ما يستخدم له 1000 كيلووات. زين. ما الذي 1500 كيلو؟ ما يطلع عليه 10,000. بس نسمح لي. ما أي. يطلع عليه 10,000 15. أنا دا أتحدث لك عن ناس فايخة يطلع عليه 5 نيس. أنا زين. بالعكس أنا أريد هذا الفقير. أي. يتجي كهرباء 24 ساعة ويدفع له 10-15,000. زين. ما الذي يمنع من تعميم هاي التجربة؟ البيروقراطية والروتين القاتل.